حياكم الله. زيدان ما بين العقل، المنطق، العاطفة، الخيال، مدرب صدفة، مدرب محظوظ، صاحب كفاءة واقتدار. نتابع مع بعض. هذا هو زين الدين زيدان. أكاد أجزم وما في متابع كرة قدم بالعالم إلا وبعشق أداء زيدان وبتغزل بإنجازاته بإجلال واقتدار. زيدان نزع تاج المجد من رأس بلاتيني بجدارة ونصب الشعب الفرنسي أسطورة خالدة ورمز وطني فرنسي. النقاد ذهبوا لأبعد من ذلك ونصبوه كأسطورة حية رفقة بيلي ومارادونا. سواء كنت محب أو كاره لزيدان رح تتفق ولو خلسة، ويمكن تبرر كلامك بالقول أنه محظوظ. نحكي بدون عواطف ومجاملات. بعد اعتزاله 2006 وما حتوقف عن نطحته لماتيراتزي لأنها ما إلها دخل بقصتنا، أخذ قرار شخصي باحتراف التدريب اللي عمله عاد لمقاعد الدراسة، وحصل على شهادات التدريب والتراخيص من فيفا واليويفا والاتحاد الفرنسي. وبعدين صقل معلوماته الأكاديمية بزيارات لأشهر وأهم المدربين عالميا وتعلم من خبراتهم: بليس الأرجنتيني، غوارديولا الإسباني، سير إليكس فيرغسون الإسكتلندي، فابيو كابيلو، أنشيلوتي الطليان، مورينو البرتغالي، كلوب الألماني كمان. يعني التلمذ عمليا على يد أعتى المدربين بشتى المدارس الكروية. بدأ مسيرته مع ريال مدريد كاسية وحقق نتائج جيدة، حتى أجت اللحظة المفصلية وطلبوا الإيطالي أنشيلوتي يكون مساعد له. حقق معه كأس الملك والعاشرة الخالدة. بعد إقالة أنشيلوتي عاد لتدريب الكاسية مؤقتا. وبعد إقالة الإسباني بينيتيز لسوء النتائج وفوضى غرفة الملابس 2016 زي ما أنتم عارفين، تولى المهمة رسميا مدربا مؤقتا للطوارئ للملكي. شو اللي صار ساعتها؟ من هون بدأت تتهور سجلات التاريخ لتكتب بماء الذهب، تكتب مسيرة زيدان المدرب. موسمين ونص قضاهم بدون صفقات مدوية أو انتدابات بأرقام خرافية، واكتفى باللاعبين اللي عنده وبعض الانتدابات غير المكلفة. اللي صار حقق ما عجز عنه خبراء التدريب. كاس الأبطال تعشق هذا الملكي، تعشق الملوك، ما عجز عنه في التاريخ نابليون بونابارت. أحرز دوري الأبطال لثلاثة مواسم متتالية أسطورية، ودوري محلي، وكمان ما لذ وطاب من ألقاب إكسسورية، يعني كؤوس السوبر، ثلاث كؤوس العالم للأندية متتالية. مش بس هيك، برضو عبث بالسجلات المحلية والقارية والعالمية وحطم أرقام وسجل العديد منها. هل هذا مدرب حظ يا جماعة؟ بالمناسبة في مثل عربي شهير يقول: حدث العاقل بما لا يعقل، فإن صدقك فلا عقل له. أخيرا، هل هناك مدرب بالعالم يمكن يفوز بثلاث بطولات دوري أبطال أوروبا أمام أعرق وأقوى الأندية المدججة بنجوم وبأساطير كروية، واللي بقودة أفضل المدربين المشهود إلهم بالذكاء والحنكة والخبرة بالعالم؟ الرأي عندكم يا الربع، بانتظار تعليقاتكم. أما أنتم أيها الملكيون، رسالة الأخيرة: زيزو لديكم، لا خوف عليكم، بأمان الله.